المحاضرة اللي فاتت، مين يقدر يفكرنا أو مين كان حاضر ويقول لزملائنا اللي ما حضروش بعض الموضوعات اللي احنا تطرقنا ليها المرة اللي فاتت. أيوة دكتورة معك، بقدر اتفضلي يا رجاء. يعني زي ما أنا متذكرة حكينا عن مؤشر الديمقراطية، كان استعرضنا أكثر من مؤشر للديمقراطية، وحكينا عن أنواع الديمقراطية المتبعة في دول العالم، وإنه في ديمقراطية سلطوية وديمقراطية مشوهة، وفي عندنا كمان ديمقراطية كاملة، وفي وفي النظام معجن، يعني خليط خليط من كل حاجة. ايوه اللي هو المدمج. صحيح. وحكي استعرضنا المؤشر وشفنا العالم العربي اين يقع ضمن هذه المؤشرات، وطلع معنا انه معظم الدول العربية بتندرج تحت نظام الديمقراطية السلطوية. صحيح. واستعرضنا كمان مؤشرات للديمقراطية اللي هي ديمقراطية تحت الحصار، وكمان مراسلون بلا حدود، صحيح. وحكينا عن كمان مؤسسات تمول الصحافة الاستقصائية مثل أريج والمبادرات اللي انطلقت من أريج في العالم العربي. وكمان حكينا عن الصحافة الاستقصائية في الدول النامية، وشفنا رأي كان حكته أو مقولة حكتها أعتقد هي صحفية أو دكتورة في الجامعة شيلا أعتقد كورونال اللي هي في جامعة كولومبيا، صحيح. حكت إنه يعني لا توصي بالتوجه للصحافة الاستقصائية في الدول النامية نتيجة لممكن الملاحقات الأمنية وعدم توفر غطاء شرعي للصحفيين، يعني المساءلات القانونية اللي ممكن يتعرض لها الصحفي. صحيح. والزملاء حكوا رأيهم في الموضوع، وكمان حكينا أتوقع بالنهاية عن الضمانات الأساسية للصحافة الاستقصائية والمهارات اللي الصحفي الاستقصائي ممكن يعني أو أنها ضروري تكون موجودة عنده، المهارات والجهد، تقدير الصحافة الاستقصائية، نظرة السلطة كمان للصحافة الاستقصائية، وكمان البيئة الشرعية والقانونية اللي المفروض تتواجد في المنطقة اللي بدنا نطلع منها تقرير استقصائي. مليون بالمية رجاء، أشكرك شكرا جزيلا، عرض وافي وتقريبا شامل لكل الجوانب اللي احنا تطرقنا إليها المرة الماضية. احنا إن شاء الله يبقى لنا هذا اللقاء ولقاء آخر حتى نستكمل الأبعاد المختلفة الخاصة بمنهج الصحافة الاستقصائية. النهاردة إن شاء الله زي ما اتفقنا هنتكلم على الجانب التقني متعلق بالخطوات وطريقة اختيار الأفكار والزوايا، وإن شاء الله هيتبقى لنا أسبوع آخر هنتكلم فيه عن الأخلاقيات، عن الإيثكس أو المعايير الأخلاقية والمهنية اللي بتحكم الصحافة الاستقصائية، وهل هناك استثناءات بنعزيها إلى مثل هذه الأنواع من الصحافة أو نعزوها إلى تلك الأنواع من الصحافة أم لا، وهل أيضا لهذه الاستثناءات شروط أم هي مطلقة. فإحنا المرة دي إن شاء الله هنتكلم عن الخطوات، وقبل ما أروح للأفكار والخطوات خليني الأول كده نعمل استطلاع رأي سريع للي موجودين وانضموا إلينا مؤخرا، كمان رامي وأستاذ محمد وخضر وياسر ومحمد ورد، أهلا وسهلا بيكم. تعالوا نعمل كده استطلاع بسيط على الشات بوكس، قولوا لي مين منكم اشترك في سواء هو عمل تحقيق استقصائي كامل بمفرده أو كان واحد من فريق اشتغل على تحقيقات استقصائية قبل كده. اللي اشترك يكتب واحد في الشات، واللي لم يشترك يكتب رقم 2 في الشات علشان نعرف بشكل عام ايه انواع الخبرات الموجوده عندنا. ياسر لسه ما اشتركش، تمام. خضر كمان، ولا محمد. بهاء، مودة بهاء هو اللي اشترك، واستاذ عبد القادر، تمام. رجاء لسه، ومحمد لسه، وقاسم لسه. طيب ممتاز. يعني تقريبا الاغلبيه عندنا لسه ما اشتركوش في تحقيقات استقصائيه، ربما يكون دي فرصه ان احنا نفتح مع بعض ايه الاجراءات او الخطوات، وربما ان شاء الله يعني يستهويكم هذا المجال وتجيلكم فرصه ان شاء الله تسمح انكم تشتغلوا على ده في المستقبل. عندي كمان طهار،
كان في محاولة، محمد بيتكلم. طيب ممتاز، خلينا الأول نسمع إيه خبرات الناس اللي اشتغلت في ده، وإيه الخطوات اللي هما بيمشوا عليها، وبعد كده هنستعرض مع بعض وفقا بقى للمنهج العلمي إزاي نقدر نشتغل على تحقيق استقصائي. فمين يحب يبدأ؟ عندنا كذا حد، عندنا رامي وطهار وعبد القادر ومودة، يا رب بس بكون منطق الأسماء صح. فمين يحب يبدأ منكم يدينا كده فكرة عن المحاولة أو عن إيه الخطوات اللي هو بينتهجها أو اشتغل قبل كده في إيه كخبرة؟ ممكن تفتحوا المايك على طول ونبدأ لو تحبوا تشاركوا في الحوار، ولو في عندكم أي مشكلة في الصوت ممكن نكتب على الشات. فتعالوا كده نشوف إيه المحاولات أو إيه حتى الخبرات اللي تمت في هذا الموضوع. الصوت واضح بس محمد احنا مش سامعينك، هل انت بتحاول تفتح الميكروفون؟ مرحبا، مساء الخير. مودة، اهلين، مساء النور. صح، اسمي مودة انا. طيب ممتاز كويس، لان انا بخاف احيانا الانجليزي بيبقى نطقه غير العربي، لكن يعني كويس الحمد لله انها جت صحيحه. اتفضلي مودة. صحيحة. هلأ كان في عندي تجربة مؤخرا، شاركت مع ريج بزمالة اسمها الحق في السلامة. ايوه، ودربنا فترة مع ريج تقريبا 2 ونص، وكان بتاع نهاية التدريب في تحقيق اشتغلنا عليه. ممتاز. فأنا عملت تحقيق له علاقة بالرصاص الطائش والضحايا اللي عم يخلفون عنا بسوريا. هي كانت تجربة الرصاص لطيفة. الطائش، الرصاص الطائش تمام، تقصدي اللي هم بيعملوه في حفلات الأعراس أو الأفراح كده؟ والأتراح. تمام تمام، تمام وعنا بسوريا هيك إذا براس السنة بيحبوا كمان يحتفلوا بيعملوا إطلاق رصاص كمان. أيوه. وإذا حدا بالبكالوريا نجح كمان بيقوصوا. في عدة مناسبات يعني ممكن يكون في إطلاق نار. للأسف عم يكون في ضحايا كل سنة وما عم تروح هاي الظاهرة. طبعا دول الضحايا على هامش الحرب عم يصيروا، يعني غير الضحايا الحرب الأساسيين عنا بسوريا بيطلع عنا هدول كمان. عندك حق، صحيح. طيب وهل الخطوات اللي فكان تمرتي بيها المهم مودة؟ التدريب اللي دربنا عليه تعلمنا نوعا ما منهجية. برافو، تمام، تفضلي. أول شيء مثل ما ذكرتي حضرتك المرة الفائتة إنه كتابة النظرية فرضية، عملنا ايوه فرضية واشتغلنا عليها، ايوه بعدين صرنا نحاول نجيب آراء شهود عيان مثلا أو أشخاص يدعموا لي الشغل تبعي، وأخذت رأي خبراء سواء كان أطباء بالمشافي أو مثلا حدا كان له علاقة باستخدام الأسلحة بيعرف إنه كيف المدى تبع العير النارية بيتم إطلاقها أيوة. كيف يكون المدى تبعه. هيك كان تقريبا يعني. بس بصراحة أكثر شيء تعلمته أنا بالتدريب، أنا حسيت يعني كيف أبني المادة تبعيتي مثل ما صحيح. ذكرت المرة الماضية كمان حضرتك، كيف أجمع الخيوط كلها مع بعضها. أيوة. أنا حسيت وقت عندي كثير معلومات وطلعت الصياغة يمكن مو كثير حلوة، فاشتغلنا كثير على موضوع التحرير حتى طلع بالصيغة الأنسب يعني. أيوة. تمام. ممتاز، شكرا مودة تمام، على مشاركة أهلا وسهلا. التجربة. طيب شباب، أنا شايفة إن محمد بيحاول يكتب. هو هل أنت محمد تحاول تفتح المايك؟ إحنا مش سامعينك. مساء الخير استاذه منى، مساء نور. أيوه تمام كده، اتفضل. اهلا بيك. انا محمد ابو الرب. أهلا وسهلا. انا ما اشتغلت تحقيقات استقصائيه بمعنى تحقيقات، ولكن كان عندي مواضيع هي يعني بقدر اسميها تحقيق صغير حول أيوه تغطيات مختلفه، يعني هون كانت تصير عندنا في الضفه. فعلى سبيل المثال منذ بدايه العام الحالي كان في هجمه اسرائيليه كبيره على مدينه جنين ومخيم جنين، فبترافق مع كل شهيد يعني استشهاد شاب بصير في اضراب شامل بشل كل نواحي الحياه. من ضمن هذا الاضراب كانت المدارس تتعطل. فالمدارس تتعطل. هلا انا عملت شيء عن اراء الناس اللي اولياء الامور شو يعني اللي صار عندهم بسبب هذا التعطيل المستمر، واخذت منهم يعني كيف انه تحولت مثلا جروبات الامهات اللي كانوا يتابعوا فيها دراسه ابنائهم اتحولت ل يعني انه يتبعوا والله في جيش ما في جيش، في دوام ما في دوام، اختلف الطابع اللي كانوا هم بيمارسوه بشكل عادي. كمان جبت من مديريه التربيه اللي هي في جنين حول تاثيرات هاي الاضرابات وانه شو الحلول وشو لازم يصير.
كمان من المحافظ اللي هو أعلى سلطة هنا في 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 المدينة، بيكون يعني في جنين ممثل يعني عن الرئيس، إنه كيف ينظر لهاي الحالات اللي بتصير فيها تعطيل للمدارس، بالإضافة كمان لرأي أشمل من وزارة التربية والتعليم حول مجمل إجراءات إسرائيل، قديش كانت بتمس المسيرة التعليمية، سواء من ضحايا، من اعتقالات، من شهداء، من استهداف للمدارس بحد ذاتها. ورأي كمان الفصائل الفلسطينية إنه هي كانت تدعو لتجنيب يعني موضوع المدارس لهذه الإضرابات، وبالتالي إنه تكون مسيرة تعليمية يعني مستمرة بشكل طبيعي حتى لو كان في اقتحامات أو شهداء وإلى آخره. طبعاً كان التعطيل أو الضرر اللي بيصير المدارس مش فقط يعني لما يكون في شهيد وفي إضراب، بل إنه كانت تزامنت العمليات العسكرية الاحتلالية بشكل كبير مع وقت ذهاب الطلاب إلى مدارسهم، يعني تقريباً 7-8، وتكررت كثير هاي القصة. فكان هذا يعني أنا بسميه إنه يعني مش تحقيق كامل، لكن إنه شوي رايح باتجاه التحقيقات. هو تحقيق، هو ليس تحقيق استقصائي لكنه تحقيق فعلاً. بالضبط. لأن أنت شملت مختلف أبعاد الظاهرة ودرست عدد من الجوانب المختلفة، حاولت كمان تاخد آراء متخصصين، ناس مشتركة في الموضوع، مسؤولين رسميين، فده يعتبر تحقيق وهو خطوة. يعني غالبا معظم الناس اللي بتشتغل في التحقيقات الاستقصائية بتكون اشتغلت قبل كده تحقيقات أو اشتغلت جزء في الصحافة المعمقة، لأن ده بيسهل لها مهمة أنها تشتغل في الصحافة الاستقصائية. شكرا يا محمد. طيب مين تاني يحب يشاركنا تجربته؟ يحفظكم العافية، الله يسعد مساكم. أنا اشتغلت من فترة كمان تحقيق صحفي عن موضوع المعابر والتهريب اللي عم بيصير خاصة عنهم بالداخل السوري. طبعا أنا كتبته بيكون أنه أنا موجود بالداخل السوري وعلى اطلاع كامل من هذا الموضوع. صراحة نحن واجهتنا بفترة من الفترات مشكلة الاختراقات الأمنية، فبعد صراحة فتح هذا التحقيق تبين موضوع عمليات التهريب من مناطق توزع السيطرة على شمال سوريا، صراحة أدت لموضوع العديد من الاغتيالات والتفخيخات وغيرها، صراحة من المشاكل اللي روحت كثير أرواح أبرياء. فشملت صراحة التحقيق بالمعابر الداخلية بسوريا وأيضا بالمعابر التركية، عن موضوع تهريب الأشخاص، عن موضوع صراحة تهريب المواد. فبلشت بالتحقيق عن طريق البحث وجمع المعلومات، وعن طريق العديد من الأشخاص اللي كان لهم تجربة بموضوع انتقالهم من منطقة إلى أخرى وأيضا دخولهم لتركيا. المهربين صراحة دائما بيرفضوا أنه يصرحوا لحدا، فأنا انتحلت شخصية أنه أنا شخص بدي أنتقل لمنطقة تانية. حاولت صراحة أنه أجمع العديد من الفقرات، وأيضا تواصلت مع الجهات المعنية اللي بتعني موضوع المعابر أنه ليش ما يفتح معبر رسمي، فأيضا أعطوني بعض الشغلات الإيجابية والسلبية لفتح هذا النوع من المعابر. فكانت الخلاصة صراحة بالعديد من المعلومات حول موضوع مضرة التهريب، حول موضوع مضرة المعابر إذا فتحت، وأيضا حول موضوع بعض إحصائية حصلت عليها من قبل الدفاع المدني والمشافي عن عشرات الأشخاص اللي تضرروا صراحة وقتلوا أثناء انتقالهم من المنطقة الأخرى. تمام، شكرا جزيلا يا رامي. يعني برضو هذا النوع من التحقيقات ربما يندرج تحت تحقيقات الاستقصائية، زي ما قالوا زملائنا، زي ما قالت مودة كمان في الفرضية، لو فيها وراها ناس متورطة في قضايا معينة زي ما انت قلت مثلا المهربين وما إلى ذلك، في تربح من تلك العملية وبتدار بشكل منظم، وللأسف الشديدة ممكن تحصد فيها أرواح في مقابل أن الناس بتبقى عايزة تهاجر أو حلم السفر إلى الخارج. فطبعا لو ده فعلا تم، كان في فرضية تم صياغتها وإثباتها بخطوات، بالتأكيد بيندرج أكتر تحت التحقيقات الاستقصائية. لو لأ، بيتناول ظاهرة معينة بدون صياغة فرضية وبدون ما يكون عندي هذا النوع من البحث المطول المعمق اللي ممكن ياخد سنوات، ربما يندرج أكتر تحت كلمة تحقيق. وهما زي ما انتم شايفين، هو يعني الفروق ما بين الاثنين قد تكون أحيانا فروق بسيطة، لكن لما هنيجي نتعمق النهاردة في الخطوات هنعرف إن لا، هناك خطوات معينة بيختص بها التحقيق الاستقصائي أكتر من أي تحقيق آخر. طيب، أي مشاركة تانية قبل ما نبدأ؟ تمام، أنا ببدأ معلش. تمام. هلا كانت مشاركة ببحث، ما بعرف إذا فينا نسميه استقصائي ولا لا، من سنتين تقريبا، كان في ظهور لقائد أو زعيم هيئة تحرير الشام أو محمد الجولاني مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث.
بشهر شباط، كان في له تصريحات عم يحكي فيها عن الواقع، كيف انه عم يتعامل مع الواقع المعيشي في الداخل، طريقه تعامله مع الخارج. فنحن عملنا بحث كان منقسم لقسمين، انا كان في لي تواصل مع الاشخاص المتضررين من قبل هيئه تحرير الشام، كنا عم نرد على كلام ابو محمد الجولاني بموضوع تعامله مع الاهالي، تعامله مع الواقع الميداني، عمليات الاعتقال اللي عم بتصير من قبل هيئه تحرير الشام ضد المدنيين، الهجوم على فصائل سوريه معارضه تابعه للجيش الحر تختلف عقائديا عن الهيئه، طريقه تعامله ايضا كانت مع الدول المجاوره، تصريحاته مثل ما حكينا الدول الاوروبيه. الطرف الاخر اللي كان مشارك بالبحث ايضا كان له جهود بالتواصل مع مقربين من الهيئه للتعليق على هذا الكلام. يعني انا اللي اشتغلته انه قدرت امن اشخاص كانوا على تواصل او على جهه مباشره ومتضررين بشكل مباشر من تحرير الشام. ايوه ممتاز. طيب انا اعتقد ان احنا هنحكم على ده اكتر. شكرا عبد القادر على مشاركه الجهد اللي عملته، وهنشوف يا ترى هو ده يندرج اكتر تحت مبدا التحقيق ولا التحقيقات الاستقصائيه. طيب خلونا نبدا، لو طبعا في عندكم اي خبرات اخرى هنتناولها ان شاء الله اثناء اللقاء. فاحنا اول حاجه هنبدا بيها النهارده اللي هي ازاي نبدا تحقيق استقصائي، كيف نبحث عن المعلومات، من أين تأتي الفكرة، كيف نختار الزاوية، كيف نتحقق من المصادر، ما طبيعة المصادر المفروض أن احنا نلجأ إليها، وهكذا. طيب أنتوا شايفين الرسمة اللي موجودة على السلايد؟ زهرة دكتورة زهرة. زهرة والله أنت شوف، كل واحد بيرى دائما اللي بينعكس منه من شخصيته. شكرا فعلا، شكرا جزيلا. بس هي مش زهرة، دقق النظر قوي شوية. بصل ولا تماما هي سكشن البصل ولا حاجة. ايوه هي البصله فعلا. هو التحقيق الاستقصائي فعلا زي البصله. شوفوا البصله ما منين قشرها، هذه القشره الخارجيه الرقيقه اللي هي سهله النزع الغطاء، واخدين بالكم؟ بعد كده ايه، لان نتوغل الى طبقه جيلاتينيه كده بسيطه، بعد كده نبدا ننزع طبقه طبقه إلى أن نصل إلى لب الإيه؟ لب الحقيقة أو الموضوع. فعلا التحقيق الاستقصائي بيمشي بهذا الشكل. دائما تذكروها لما تيجوا تقرأوا تحقيق استقصائي، إن هو يكشف عن أوراقه وعن معطياته والمعلومات بتاعته طبقة طبقة إلى أن نتوصل إلى كبد الحقيقة في النهاية، أو يعني على الأقل ما سعينا إليه وما تؤكده المصادر حتى الآن. تقريبا نفس الإيه؟ نفس هذه العملية الشاقة اللي ربما أيضا تستلزم وجود دموع ووقت طويل، زي بالضبط موضوع البصل، لأن وصول إلى الحقيقة أو السعي للوصول إلى الحقيقة مبقاش الحقيقة سهل، بيحتاج إلى مجهود وبيحتاج إلى وقت، وده زي ما اتفقنا أحد المخاطر اللي ممكن بيتعرض ليها الصحفي، إن هو بيتكبد جزء كبير من الوقت ولا يجد في النهاية صدى أو تأثير للجهد اللي قام بيه. طيب خليني أسألكم قبل ما أعرض عليكم الأفكار بتيجي منين، قولوا لي أنا لو عايز أبدأ تحقيق استقصائي إيه المصادر اللي ممكن أجيب منها تحقيق استقصائي؟ يعني أنا لو فعلا قررت وأنا أمتلك من المهارات واتدربت على مهارات تحقيق استقصائي وعايز أبدأ، تنصحوني إيه المصادر اللي ممكن أطلع عليها أو اللي ممكن تفيدني في إني أخذ الفكرة، ألتقط فكرة التحقيق، أبدأ مشواري عليه منين؟ أستاذة فضل. أنا قبل يعني اليوم بعد صلاة الجمعة كنت مجموع مع جيران، فبنحكي عن وضع البلديات كيف وضعها سيء وإنها بتعاني من مشاكل، سواء إنه ما في إلها داعم اللي تنظم بشكل عام البلد، تنظم السوق إلى آخره، وفي إلها مديونيات على وزارة المالية، وكمان في إلها دين على بعض المشتركين اللي ما بيسددوا ديونهم. فبلشت تتبلور عندي فكرة يعني تحقيق استقصائي عن وضع البلديات، ليش بلدياتنا بتعاني من مشاكل، سواء ما يتعلق بأنه في هي بتصطدم أحياناً في ناس متنفذين ما بتقدر تنظم مثلاً البناء تبعهم فبتوقف، يعني بتوصل عندهم بتوقف. أيوة. ليش في كمان أنه في قلة في الدعم الرسمي لهاي البلديات اللي هي بتقدر يعني ما تواجه بشكل مباشر، لكن في سلطة، في شرطة، في أمن،
هو يتولى مثلا لما بيكون في اشكال مع هاي البلدية. كمان موضوع الميزانيات، هي بيكون في لها ديون على بعض المؤسسات الحكومية الموجودة في المدينة، وهاي المؤسسات ما بتدفع الاستحقاق للبلدية، بالتالي بزيد او بفاقم من وضع الاقتصاد الصعب. يعني محمد انت بدات تحط رجلك، مظبوط. هي المعاينه الشخصيه او راي انا يعني انا اكتسبته من اما اني انا شاهدته او سمعته من حد من مصادر معينه، فبناء عليه ببلش ابني الفرضيه تبعي. ممتاز. هو طبعا بناء الفرضيه هي مرحله مهمه، بس احنا لسه قدامنا اجزاء شويه او خطوات نعملها قبل بناء الفرضيه، لكن زي ما انت قلت انت حطيت رجلك على اول الطريق، ان انا استمعت او انا نفسي مريت او في شكاوى وصلتني ان في مشكله ما في بلديه ما، رغم توافر ميزانيه مش كده لهذه الهيئه او لتلك الجهات، المفترض انها تشتغل على حل مشكلات الناس، في الاخر المشكلات لا تحل. فده جزء فعلا بدايه، اللي هي ان انا استمع الى شكاوى الاخرين. انا شايفه كمان مواد كتبت وسائل الاعلام، ممكن ننطلق تفضل رشدي، ننطلق من اي قضيه جدليه موجوده عندنا بالمنطقه او المدينه. فرضا نعطي مثال، كان في موضوع اشتغلوه البي بي سي على موضوع مشاركه جنود الفاغنر الروس بالحرب على ليبيا. طبعا هم انطلقوا من ماده بين ايديهم، هم لقوا ايباد عليه صور للجنود الروس. أيوة. فكانت هذه القضيه واضحه وهي جدليه اساسا، فهيك ممكن تقدر تبني عليها، فانت نتائجك تبني هل هذا حقيقي او لا. مظبوط. يعني هو احنا لسه بنقول اول خطوه اللي هو يقع تحت ايدي خيط، صح كده؟ يعني سواء اللي محمد قاله اللي هي شكاوى الجمهور، او اللي رشدي قاله اللي هو الايباد جهاز، يعني وضع تحت ايدي دليل معين في موضوع، او زي ما ودى كتبت وسائل الاعلام احيانا بتتناول خبر، وليكن الخبر ده خبر عابر، حاجه كده صغيره بتعدي، وانتم عارفين ان وسائل الاعلام بتلهث دائما وراء الاخبار الجديده، فممكن تعدي منها حاجات كتير، بتقطف كده زهره وتمشي وتروح لبستان تاني. فمع القطف المتكرر ده ممكن يقع منها او يفوتها انها تغطي بعض الموضوعات بشكل متعمق، تاتي الفكره تبنى على التسريبات. ممكن حكى الأخ محمد عن موضوع الميزانيات، ممكن أحد السياسيين بده يضرب حاجة معينة فبيسرب لك أنت كصحفي وثيقة، تستطيع تنطلق من هذه الوثيقة أنه فساد، الجماعة فساد، عم يسرقوا الفلوس، معاش دعم المواطنين، ممكن هذا مليون بالمية. وأحيانا بتكون التسريبات دي مش بالضرورة أن حد يضرب حد، ممكن يكون حد ضميره صحي، اللي احنا بنسميهم الايه البلور ويسلر، الاول اللي هو نافخ الايه نافخ الصفاره، اللي هو اول واحد بايه بيكون هو متورط اصلا في الموضوع، لكن ربما جات له لحظه كده من الايه من تكشف الحقيقه ان هو لا يريد ان يستمر في هذا الموضوع، او يريد ان يبقى شاهد ملك، فبيكشف عرب من الاوراق في مقابل انه بيتم يعني التعامل معاه يعني بشكل مختلف عن المتورطين في القضيه. ففعلا الوسل بلور ده ممكن يبقى جزء تسريبات، ممكن تبقى جزء الشكاوى بتاعه المواطنين واستماعي واختلاطي بالشارع، ممكن يبقى جزء تجربتي الشخصيه انا مروري بشيء معين، ممكن يبقى جزء وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، متابعه السوشيال ميديا ايضا ممكن يبقى جزء. وزي ما قالت نسمه ممكن نبلش بخطر بخبر صغير بيتنشر كده ايه يعني، ممكن يبقى في تقرير، ممكن يبقى في ماده خبريه بيمر كده مرور كرام، لكن ممكن واحد يلتقط هذا الخيط، يبقى عنده هو الحس واللي احنا بنسميها النوز تو جورناليزم، اللي هو ان هو بيشم حد، بيشم سنيفنج، بيشم الاخبار، فبيعرف ان ورا الموضوع ده لا هو مش سطر واحد، ورا الموضوع ده قصه، والقصه ممكن تكون كبيره. محمد بيتكلم عدم رضا عن خدمه، طبعا كل دي ما هي عن شكاوى الناس او تجربتي انا الشخصيه وما الى ذلك، ممكن ده يبقى خيط. فاذا خلينا نتفق ان اول خطوه او من الخطوات اللي احنا ممكن نبدا بيها تحقيقات استقصائيه هي اول مرحله، وهي الليد، الخيط ده سواء حد بيقول لي بيوصل الى مسامعي او عن طريق النافخ الصافره، حد من الفريق اللي كان متورط في العمليات دي بيجيله لحظة عايز يكشف فيها الأمر للرأي العام، أو أنا مريت بتجربة شخصية نفسي، أو تابعت بقى الإنترنت، تابعت وسائل التواصل الاجتماعي، دخلت على المدونات،
كنت في تجمعات مثلا بتتكلم عن موضوع، تابعت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وما إلى ذلك، بحيث أني ألتقط خيط. لكن كل ده لسه احنا ما وصلناش، أو تسريبات طبعا إضافة إلى تسريبات، كل ده احنا لسه ما وصلناش إلى تحقيق. هو عبارة عن خطوة، حاجة كده بتقول لي ممكن يكون في تحقيق. طيب دي أول خطوة، جالي بقى المصدر سواء أنا مشترك فيه أو جالي عن طريق حد أو أنا تابعت وما إلى ذلك. الخطوة الثانية إيه؟ بعد الليد، بعد الخيط، ويتحرى عن الموضوع أكثر يعني، أو يزيد المصادر قبل المصادر شوية، بس هو يتحرى فعلا، اللي هو أنا تجميع خيوط. أيوة، قال أنا بتأكد هل في قصة؟ يعني هل هناك قصة أصلا تستحق إن أنا أبذل جهد وراها؟ بس مجرد حاجة أولية، مش بحث متعمق ولا حاجة، لكن مجرد إني بروح للخطوة الثانية اللي هي بتأهلني أني أعمل تحقيق استقصائي، ألا وهي أني أشوف إذا كان وراء الموضوع قصة أو لا. في موضوع أتوقع أن عدد منكم يعرفوه، اللي هو خلف جدران الصمت، الموضوع الخاص بالصحفية حنان الأردنية، اللي هي عملته مع تعاون مع البي بي سي لكشف عن الانتهاكات اللي بتحدث في دار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. هل مين منكم شافه قبل كده أو عرفه أو اتفرج عليه؟ لأنه هو مصور، تحقيق مصور. هو حاجة بالأردن ولا أظن؟ أيوة بالأردن، مظبوط. طيب خليني أشوف معاكم جزء منه عشان أوريكم إن حنان هي راحت أصلاً، يعني الموضوع جه إزاي. هي في البداية راحت تطوع عشان تشتغل كعمل تطوعي داخل إحدى دور الأيتام ورعاية ذوي الحالات الخاصة، فلقيت إن في انتهاكات بتحصل، فتواصلت مع البي بي سي وأكدت لهم إن فعلاً في انتهاكات بتحصل في هذا الأمر، وقررت البي بي سي إنها تبعت فريق كامل علشان يجري هذا التحقيق الاستقصائي اللي كانت حنان هي القائدة بتاعته، وهي اللي كتجربة شخصية هي مرت بيها وشافتها، وبعد كده طلبت البي بي سي إنها تنضم إلى الموضوع. فخليني أعرض لكم جزء منه عشان نشوف إيه اللي تم. رعاية خاصة. حنان أمضت عاماً كاملاً تحقق في تلك الشكاوى. قررنا بعده إرسال فريق من صحفيين للعمل كمتطوعين في تلك الدور، واستخدام كاميرات سرية للحصول على أدلة ولكشف الحقيقة. ما صورناه هناك هو لقطات صادمة لسوء المعاملة والإهمال والعنف الذي يمارس في ظل فشل الرقابة الحكومية في حماية أطفال الأردن المعوقين. توجد في الأردن 54 دار رعاية خاصة للأطفال المعوقين تؤوي آلافاً منهم، وتؤكد لأسرهم على ما توفره من حسن الرعاية واحترافيتها. ولكن ما الذي يحدث بعد وداع الأهل لأطفالهم وتركهم هناك؟ بعض الآباء والعاملين السابقين روى لنا قصصاً عن سوء معاملة وإهمال في مركز ابن خلدون للرعاية الخاصة في عمان، فتوجهنا إلى هناك بكاميراتنا السرية. واجهنا فور وصولنا مشهداً من الفوضى والعنف، طفل يبدو واضحاً عليه الضيق والانزعاج يجر قسراً إلى داخل الفصل، وفتاة صغيرة تساق ممسوكة من شعرها. تتنوع الإعاقات في مركز ابن خلدون بين التوحد ومتلازمة داونز وغيرهما. رأينا هنا كيف تخلط الحالات المختلفة في فصل واحد. أغلب الأطفال مقيمون في الدار ويعتمدون على المشرفين في تلبية احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والعاطفية. يعد المركز أسر الأطفال بحسن معاملتهم، لكننا وجدنا المشرفين يجرونهم كما تجر الماشية ويرغمونهم على الجلوس. أول أيام التصوير السري كان أيضاً أول يوم عمل لهذه المشرفة الجديدة التي تلقت على الفور تعليمات صريحة حول كيفية التعامل مع الأطفال المعوقين الذين يفترض أن ترعاهم. خلاص مس أعاد.
فيه هذا؟ ولا أنا كيف أنا أصلا من كيف ضم عادي سريع كيف ما ضم عادي خلص ما بعرف يا حبيبي روحي بس كيف ولا سريع تساءلنا إذا كان ما رأيناه في يومنا الأول داخل مركز ابن خلدون يتكرر في دور خاصة أخرى، فقررنا التصوير سراً في دار رعاية وصلت إلينا حكايات عن سوء معاملة الأطفال فيها. مركز الرازي للتربية الخاصة يقع أيضاً في عمان ويقدم خدمات الرعاية للأطفال المعوقين. التحقيق ده حنان هي اللي شجعت فريق البي بي سي أنه يبتدي يحقق مش بس في مركز واحد زي ما احنا سمعنا، لا في العديد من المراكز الموجودة في الأردن. وكان عندهم دايماً انتوا شفتوا ان هم استخدموا تصوير سري، مش كده؟ كتبوا ان هي تصوير سري، وان هم كانوا بيضعوا اخفاء لملامح الاطفال. لما جم عرضوا التحقيق ده كان عندهم اشكالية. السيدات اللي هي بتشتغل في تلك المراكز كان بعضهم من عشائر وقبائل معروفة جدا في الاردن، وكان عندهم هاجس انهم يا ترى لو نشروا ممكن القبائل والعشائر دي يستخدموا هذا السلاح ضدهم، انهم صوروا يعني دون تصريح او دون اخذ اذن والمساله تنقلب راسا على عقب. لكن فريق البي بي سي بالاستعانه بخبراء، وان هو راح استشار حد من الناحيه القانونيه، قرروا ان هم ياخدوا المغامره والريسك انهم لا ينشروا التحقيق موجود ويشوق الأوجه أو الوجوه بتاعة المشرفات تبان في التحقيق. وفعلا اللي هم حسبوه حصل، بعد نشر هذا التحقيق وانتشاره في الأردن اترفعت بعض القضايا على البي بي سي نتيجة أن بعض الأهالي قالوا أن أنتوا صورتوا بناتنا بدون إذن وما إلى ذلك، ولولا تدخل ملك الأردن في هذا الوقت لأن هو اطلع على التقرير وبناء عليه ده من التحقيقات أيضا القليلة في الوطن العربي اللي عملت نتيجة اللي كان ليها أثر، إن بعد إذاعة هذا التقرير اتقفلت تقريبا 4 دور أيتام ورعاية أطفال، وبدأ يعاد النظر مرة أخرى في التراخيص اللي بتعطى، وبدأت لجان تفتيش تنزل بشكل أكبر على هذه الدور الرعاية. وبالفعل كان في يعني تضامن قوي جدا من السلطه، وانهم بداوا ياخدوا بنتائج هذا التقرير انهم حتى لا تتكرر هذه الظاهره مره اخرى. لكن مش الكل اكيد بحجم البي بي سي، ومش الكل يستطيع ان هو يكشف او يضع كل الاوراق بشكل كامل، خصوصا في ظل قوه ممكن تكون متصارعه داخل المجتمع. والاردن انتوا عارفين من ايضا المجتمعات اللي زالت فيها القبيله والعشيره تتمتع بسلطة قوية. فده مثلا من ضمن التحقيقات اللي هو كان عن تجربة شخصية وبعد كده انتقل إلى وسائل الإعلام وانضمت وسائل الإعلام ليه. أيضا تحقيق تاني أتذكره أيضا كان اتنشر في بدايات الألفينات في مصر عن اللانشون. أنتوا عارفين اللانشون؟ اللحم المصنع، ما أعرفش هل بيطلق عندكم نفس الاسم أو لا. نفس الاسم لانشون برضو؟ لا مرتديلا اسمه. مرتديلا اسمه؟ اوكي. مرتديلا. مرتديلا. تمام. هذا ايوه. ايضا كانت صحفية من الصحفيات عندها اطفال واشترت نوع من المرتديلا وتعرض الاطفال لحاجة زي تسمم وما الى ذلك، فبدأت تبحث في ما وراء الشركة وبدأت تشوف ازاي بيتم تصنيع هذا النوع من اللحوم المصنعة. وتخفت هي وصديقة لها كعاملات في المصنع لفترة أتوقع 6 شهور، بدأت تصور كيف يتم تصنيع هذه المرتديلا، وكشفت أن هناك اختراق كبير جداً وخرق لكافة معايير السلامة والأمن الغذائي والحاجات المتعلقة بالصحة والتغذية. وكانت نتيجة هذا التقرير أنه اتقفل عدد كبير من المصانع، وأيضاً بدأت وزارة الصحة وهيئة الأغذية والزراعة والحاجات المسؤولة عن الرقابة على خدمات المستهلك بدأت فعلاً تدفع على الدور. فإذاً
ممكن الموضوع يبقى تجربة شخصية، أنا كنت جزء من الحدث، لكن الموضوع تطرق إلى إني أفجر قضية عامة، ولأن هنا الضرر مش بيقع عليا أنا بس كصحفي، يعني هنا مش بقصد مصلحة خاصة، ولكن أنا كجزء من المجتمع، وبالتالي أقدر أروح إلى موضوع أكبر. رشا تفضلي. مرحبا، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. أنا بدي أحكي عن تجربة صارت معي قبل تقريبا 3 أو 4 سنين، مش يعني أنا ما كانت خصني فيها كصحفية. الفكرة أنه أنا من شيء 4 سنين كنت عم بدرس اختصاص بالجامعة اللي هو دنتال لاب، مختبر أسنان. فيلي صار أنه الجامعة اللي أنا كنت فيها اكتشفوا أنه هي عم بتبيع شهادات لعساكر بقلب الدولة. فاليو تي في، ما بعرف إذا بتعرفوها أو قنوات الجديد، عرفت بالموضوع وقررت أنه هي تكشف الحادث إذا عن جد هذا الشيء صحيح أو لا. وبالتالي فعلاً صاروا إجوا صحفيين استقصائيين، أكيد كانوا هنا عم بيحكوا مع الإدارة وبطريقة مثل ما شفنا بالفيديو، طريقة أنه مش مبينين وكاميرا مخفية وإلى آخره، وطلع التقرير على الجديد. هلأ الفكرة اللي صارت أنه كمان عن جد أنه تسكرت الجامعة. بس أنا بدي أحكي هون شغلة، أنه في طلاب تضررت، يعني أنا وبقية أصدقائي تقريباً 15 طالب نحن تضررنا لهلأ. يعني أنا خلصت 3 سنين كنا بآخر السنة بس ما أخذنا شهادات. أيوة. يعني بالتالي إنه اللي صار ضرر، صح أنه أوكي هن كشفوا الجامعة وسكرت الجامعة، بس بالتالي في بقية طلاب تضررت من هالموضوع. هلأ نحن حاولنا نتابع الموضوع وبعدنا لهلأ أصلاً نسأل على وزارة التربية، بس للأسف لأنه لبنان بلد عن جد الفساد فيه مستشري بكل أركانه بكل المطارح. فأصلاً حصنا يمكن تقريباً صار مغيرين شيء 5 أو 7 وزراء، وكل مرة بتغير رئيس وزراء أو بتغير وزير تربية جديد بنروح بقلنا أنه أنتوا ملفكم أول ملف حيكون حيندرس، أول ملف حساعدكم وإلى آخره، وحكي بعدنا لهلأ حكي. فأنا بدي أسأل بسؤال بخصوص هالموضوع، هل الصحفي بعد ما هو يخلص مهمته كمان يتابع بالموضوع أو خلص؟ اللي بيقرر هذا الأمر هو الصحفي. الصح طبعاً هو يتابع، يعني الصحفي الشاطر هو اللي بيمسك الموضوع لحد لما يقدر ان هو يستكشف او يغطي كل جوانبه. لكن هنا في الحاله دي مش بالضروره الصحفي الاستقصائي نفسه، يعني مفترض الصحافه الشاطره اللي هي بقى تتابع اللي بيجرى ما بعد التحقيق والconsequences او العواقب اللي هي وقعت على الاخرين وتضرروا نتيجه عدم معرفتهم مثلا بالاجراءات الرسميه اللي اتخذت في هذا الموضوع، مفترض يكون في استكمال. لكن في الحالة دي مش هيبقى تحقيق استقصائي، ممكن يكون بقى تحقيق متابعة على أرض الواقع، والمفترض إن منصات إعلامية تانية هي اللي بتني تاخد الدور. لكن طيب الصح اللي يعمل إيه؟ الصح لازم يكون فيه متابعة طبعا. طيب أنا يعني أنا بهديك الفترة أكيد ما كان لها علاقة بالصحافة بهول الأمور، بس أنا حاليا لأنه يعني صار للموضوع 3 سنين وإحنا دائما بس عم ناخد وعود، حتى في يعني الجامعة في نحن إلنا غراض بقلب الجامعة، هول غراض حق المصاري، يعني إحنا بالتالي كمان هول من حقنا. حتى طيب دي دعوة، دي دعوة يا رشا أنت تشتغلي على التحقيق ده بالضبط. يعني أنا من هذه الخطوة تقريبا من 2 أو 3 حكيت مع إدارة الجامعة، رجعت قلت لهم شو صار بالموضوع وإلى آخره، نفس الحكي دايماً عم يوعدونا فيه، قالوا لنا في طلاب أخذت شهادات. هلأ اللي صار إنه أنا كنت سنة ثالثة كان بعد لي بس الفاينل، في طلاب قبلي يعني مخلصين أوكي، هولي رجعت وزارة التربية أعطتهم إفادات وشهادات ومشي حالهم، بس نحن في كم طالب لهلأ ولا شيء، يعني ولا حتى إفادة إنه نحن درسنا ولا أي شيء وغيره. طيب أنا بدعوك يا رشا، أنا بدعوك إن أنت تبدأي هذا التحقيق وتبتدي تتواصلي أيضاً مع غيرك من الطلاب اللي كانوا في نفس الموقف، وتبتدي تشوفي إيه موقف الحاجات الرسمية، إيه كمان الحلول اللي بيطرحوها، لأن ربما الناس اللي هي خلصت سنة رابعة بيبقى مسألة بالنسبة لهم سهلة لأنهم بالفعل استكملوا كل المساق، لكن مثلاً في حالة زي حالتكم أو طلاب سنة تانية أو ما إلى ذلك، ممكن يكون المسألة إن هو بيدي زي شهادة إفادة حضور بعدد الكريدت أورز أو الساعات اللي تم عملها. فأنتي أنا من رأيي أن أنتي ابدأي هذه الخطوة، ما تستنيش حد، ابدأي جمعي معلومات وشوفي عدد المتضررين قد إيه وإيه الوعود اللي اديتها المناصب فيما يعني فيما بعد، حتى وإن تكرر أو اختلف الشخص، وابدأي أن أنتي نشري على هذا الأمر. تمام، هو هيك إن شاء الله. أنا ممكن تأخذ موضوع من زاوية ثانية، تفضل. طيب
طيب اسمع راي صمود لانها كانت رافعه ايدها، وبعد كده نروح لرشدي ربما يقترح علينا جزء اخر. صمود تفضل. انا ما عندي راي، انا بس كنت بدي اقول لك انه رشا زميلتنا هي اخذت تدريب مع وومن ان نيوز، وهي هلا رح تصير كمان تاخذ تدريبات في او تي شهر واحد، فبس حبيت اقول لك انه رح يكون لك مشوار طويل مع رشا ان شاء الله. ان شاء الله. رشدي تفضل. تسلم يا رب. هي فيها تاخذها من زاويه اوسع، مشاكل التربية والتعليم من البداية، التصاريح للجامعات، وتنطلق من مشكلتها كحدث. في جامعات تانية بلبنان نفس الموضوع، واختصاصات تانية بتعاني من نفس يعني هي خاصة التعليم والاستقصائي. هو بس هو البداية أخذ ترخيص يعني. بس هو التعليم دايما يعني مجال، هو مش موضوع، هو مجال، وداخله يعني ممكن هذا النموذج زي ما انت قلت يتكرر في جامعات تانية، يعني يكون أيضا هذه المشكلة ليس فقط في الجامعة بتاعتهم. يعني أنا على اطلاع مثلا أيضا هناك بعض الجامعات في سوريا، توقع في حلب، بتواجه نفس المشكلة أيضا، مسألة الاعتماد وأن الجامعة ماشية بأمور صحيحة أو لا، حاجة متعلقة بالإعلام برضو. لو زمايلنا هنا في سوريا موجودين يقدروا يؤكدوا اللي بقوله أو يدونا معلومات أكتر. لكن ده حصل أيضا كنماذج متكررة في موضوعات كتير. فربما رشا لما تبتدي تكتب على هذا الأمر وتتابع الحالة ينضم إليها عدد آخر من الصحفيين، وممكن يتعمل الموضوع ده بقى بشكل أكبر على يعني مناطق جغرافية متعددة، وفي حالة توفير أوضاع، وإيه الجامعات المشكلة اللي هي ممكن تنشأ كده من الهواء، وفجأة نام نصحى نلاقي في حد معاه شهادة دكتوراه. الحاجات دي جات منين، والجامعة دي هل فعلا وفقت أوضاعها أو لا؟ كل الحاجات دي ممكن بالفعل في فساد كبير في جامعة حلب. أحمد بيأكد هو بصراحة يا أحمد مش بس جامعة حلب، يعني في جامعات كتير لو احنا نبشنا كده في الاوراق نقدر نطلع منها موضوعات كتير. طيب هديكوا برضو مثل تاني لموضوع اخر صحفي قريب من خلف جدران الصمت في الاسم، بس مش في المنهجية، يعني طبعا منهجية واحدة ولكن مش في طريقة التناول وفي المصدر اللي جاب منه الصحفي المعلومة الاساسية اللي التقط منها الخيط. زميلنا الصحفي احمد الشامي، وهو احد الصحفيين الاستقصائيين الكبار اللي احنا بنفتخر بيهم، وهو مقيم في لندن، احد الامثله دكتور في ماده معينه ما بيخلي الطلاب تنجح الا عن طريقتين، يا المصاري يا بشغلات. قال ده فساد من نوع اخر. في فساد كتير والله يا احمد، يعني مش بس في توفيق اوضاع الجامعات، يعني ملف التعليم ده هناك العديد من ملفات الفساد اللي بتندرج تحت. طيب خلينا نشوف احمد الشامي عمل ايه. احمد صحفي متميز، وايضا يعني تخرج من مدرسة أريج، وكان فترة بيتابع عدد من التقارير والإحصاءات اللي بتصدر، لأن أيضا التقارير والإحصاءات ممكن تكون زي ما اتفقنا الوثائق والمستندات أيضا سواء مسربة أو غير مسربة، ممكن تكون هي بداية الأفكار تحقيقات استقصائية. أحمد أرى أن في تحقيق عمله اليونسكو أتوقع مع شبكة العالمية للصحافة الاستقصائية مؤخرا في السنة اللي هو كان فيها، وكان بيتكلم على تعرض المرأة للتحرش، وكان بيتكلم على ان احنا قعدنا فترة طويلة في المجتمعات العربية بنرفض كلمة تحرش، ونحن مجتمعات محافظة بطبعها وما عندناش هذه الظاهرة، الى ان صدر ايضا دراسة اتعملت على مصر ان 99% تقريبا او اكتر من 90% من السيدات المصريات تعرضوا للتحرش. وكان في تقرير صدر من المجلس القومي للمرأة أيضا عن الموضوع ده، وكانوا بيقول فيه إن جملة صغيرة سطر كده في تقرير بيقول إن تقريبا 25% من حالات التحرش اللي بتحدث داخل الأسرة اللي احنا بنسميه زنا المحارم. هذه الجزئية بهذا السطر من هذه الدراسة شدت انتباه أحمد، وقال طيب يا ترى احنا فعلا عندنا حالات من زنا المحارم دي كتير، وفي اي طبقات منتشره، وايه القضايا اللي تبعها وما الى ذلك، وبدا يعمل تحقيق خلف هذا الموضوع. وخليني اوريكم، مش عارفه برضو هل انتوا استعرضتوا هذا التحقيق او لا، لكن خليني اشارك معاكم جزء من هذا التحقيق واوريكم هو ازاي بداوا وكانت ايه الصعوبات اللي قابلتهم علشان يعمل التحقيق ده. التحقيق ده اسمه خلف أبواب الصمت، بدل خلف جدران الصمت، خلف أبواب الصمت، اللي هو ده
وتعالوا نشوف هو عمل ايه. وانهم يتكلموا تسعة وتسعين وتلاتة من عشرة في المية النسبة اللي رصدتها آخر إحصائية للأمم المتحدة للمرأة عن ظاهرة التحرش في مصر. بعد ما فضل المجتمع لفترة كبيرة رافض مناقشة الموضوع ومعتبره مجرد حوادث فردية. في 2013 بعد تحقيق مشترك تحت إشراف المركز الدولي للصحفيين عن التحرش والاغتصاب في مصر والأردن ولبنان، فوجئت وقتها بأن حوادث التحرش والاغتصاب داخل الأسرة عددها أكبر مما تخيلت، لكن أغلب الضحايا ما بيتكلموش. علشان كده قررت أعمل تحقيق استقصائي علشان أعرف ليه الضحايا ما بتتكلمش، ويا ترى دي مجرد حوادث فردية ولا ظاهرة كبيرة مسكوت عنها. الصعوبة كانت في الوصول للضحايا وأنهم يتكلموا، علشان كده قررت أن أنا أعمل استبيان على الإنترنت علشان أسهل الطريق على الضحايا أن هم يتكلموا. على مدار عدة شهور كان ضحايا كتير سجلوا في الاستبيان. نتيجة الاستبيان وضحت أن جرائم التحرش والاغتصاب داخل الأسرة منتشرة في معظم المحافظات وفي كل الطبقات والمستويات. القاهرة وهي العاصمة سجلت أعلى النتائج، وبعدين الجيزة، وبعدين الغربية. نسبة 35% من اللي تفاعلوا مع الاستبيان أقروا بأن هم تعرضوا للتحرش أو الاغتصاب داخل الأسرة. ضحايا كتير من اللي سجلوا في الاستبيان ما كانوش موافقين خالص أن هم يتكلموا قدام الكاميرا، لحد ما ظهرت مريم. أنا أول ما شفت الاستبيان على الإنترنت أنا شفته بالصدفة، وحسيت ان هو طوق نجاة ليا. انا كان نفسي اطلع بوشي مبدئيا، يعني كان نفسي اطلع للعالم كله، كان نفسي اصدمهم واقول لهم لا، في حاجة اسمها زنا محارم. ده جزء من التحقيق، برضو أدعوكم أن أنتوا تتفرجوا عليه، موجود أيضا على الإنترنت. المميز في التحقيق ده إن هو زي ما قلت لكم، هو بدأ بتقرير، جزء من سطر في تقرير في دراسة للأمم المتحدة إحصائية، وأيضا كان المجلس القومي للمرأة في مصر عمل دراسة مشابهة. ومن النسبة اللي هو شافها اللي هو حس أنها كبيرة للغاية، بدأ إن هو يعمل التحقيق بتاعه. الميزة كمان في التحقيق ده إن هو كانت المصادر بتاعته صعبة، يا ترى مين اللي هيقدر يتكلم، يا ترى مين اللي ممكن يستخدمهم كشهود. وعلشان كده بدأ يستخدم الانترنت في انه يعمل، استخدم جوجل دوك. طبعا هبعت لكم الرابط، ثانية واحدة. اوكي. وبدأ هو نفسه يستخدم الاستبيان في انه يحاول يوصل لجزء من هؤلاء الناجيات علشان يقدروا يتكلموا. كان طبعا في صعوبه في انهم يتكلموا، زي ما انتم شايفين جزء من التصوير اللي احنا شفناه بدا يستخدم حيل علشان لا يكشف المصدر
مريم وهو الاسم المستعار، بيستخدم ورقة الشجر مثلا في التصوير عشان يخبي وشها، بيجيب الكاميرا اوفر شولدر يصور من ظهرها عشان ما يبانش، ممكن يكون في تعديل في في طبقة الصوت وما الى ذلك عشان يحافظ على هوية الاشخاص. فايضا ده جزء من مصدر نستخدمه نحن بنراجع لما نيجي نقرأ التقارير، الموازنات، الحاجات الحكومية، نتعلم ازاي نقرأ التقارير والأرقام وكده، لأن ده ممكن يبقى فيه بين السطور جزء صغير جدا يقدر يدلنا على تحقيق كبير. محمد تفضل. أستاذة بس عندي سؤال، هل هذا يعتبر تحقيق استقصائي؟ بمعنى أنه هاي البيانات أصلا منشورة في تقارير الأمم المتحدة وتقارير حكومية، فهل هذا تقرير استقصائي اللي قام فيه هذا الرجل؟ هو هنا التقرير مش بيتكلم على النسبة، يعني هو طبعا لأن هو التحقيق اللي عمله هو مش عينة ممثلة، هو حطها على الإنترنت والناس اللي تجاوبت أو تفاعلت مش بالضرورة تكون ممثلة، لكن هو كان عايز يشوف إلى أي مدى متوغلة هذه الظاهرة في مصر. يعني كان الواضح بيقول إن الظاهرة موجودة بس مش عارفين مدى انتشارها، لكن كانت الفرضية اللي هو بنى عليها التقرير أساسا إن هذه الظاهرة متواجدة بشكل كبير وإن الضحايا بتخاف إنها تبلغ، هي دي كانت الفرضية الأساسية. يعني بمعنى إنه هو بيحاول يعالج سبب المشكلة، يعني أسبابها ممكن الاجتماعية الاقتصادية كذا النفسية أو عدم وجود حلول من قبل الدولة، صح؟ يعني إنه هو ده كله تطرق له، كله ده تطرق له في التقرير، يعني هو قال ليه الناس مش بتبلغ، إيه الآليات اللي متاحة، ليه ما فيش حلول الدولة. حتى كمان في آخر التحقيق في حالة هو كان عنده في التقرير أتوقع حالتين أو ثلاثة، في حالة ما عرضهاش لأن البنت بعد ما سجلت معاه تواصلت وقالت له يعني هي عايزة تتراجع عن أنها عايزة تصور لأن كانت هي لسه مقيمة مع والدها وكان والدها للأسف هو اللي بيقوم بهذا الاعتداء، فخافت أن لما التقرير ينشر أن والدها يعرف بالأمر وتتعرض إلى عنف. فكلمت أحمد وقالت له يا ريت ما يزعش، فاحترم فعلا وجهة نظرها. لكن هتلاقي في التقرير لما تيجي تشوفه في حالة منهم في إحدى قرى مصر قضية بالفعل ويعني اترفعت أمام المحاكم وما إلى ذلك، فكان هو بيعالج جزئية إن هذه الظاهرة منتشرة بشكل أكبر مما نتخيل في ربوع مصر وفي قراها وفي كل المستويات، والجزء الثاني إن إحنا ما عندناش آليات بتحمي هؤلاء الأشخاص في حالة تبليغ. مفهوم. فأيضا ده من الموضوعات اللي احنا اللي بتقول لنا ان مفيش حاجة اسمها مستحيل، يعني لما حد يمسك في موضوع او يحس ان بالفعل وراه قصة وان هذه القصة بتهم الناس حتى لو باين ان الموضوع صعب او المصادر مش هقدر احصل عليها، لا ممكن بشوية تفكير وباني انا كمان ابقى وسيلة في جمع المعلومات والمصادر اقدر كمان اني اعالج الموضوع بشكل علمي. ويعني هذا التحقيق ايضا حصل على العديد من الجوائز، لو تابعته هتشوف هو أخذ جائزة في المغرب، أخذ أيضا أتوقع جائزة من أريج، وترتب عليه للأسف يعني ده مش زي التحقيق بتاع حنان ما ترتبش عليه أمور كتير إن هي اتغيرت يعني القوانين، لكن على الأقل المجلس القومي للمرأة بدأ يعيد النظر في الآليات اللي هو بيحطها عشان الإبلاغ عشان يضمن إن هو يوفر سكن للضحايا، وبدأت بعض مؤسسات المجتمع المدني تشتغل في انها توفر سكن للناس اللي هم الضحايا العنف من هذه الجرائم. لكن ما كانش في تحرك على مستوى مجتمعي. ايوه لو تسمحي لي، في بناء على قصه الموضوع الارقام هذا تحديدا، وهو يعني من اكثر الاشياء اللي بتمثل ليد بالنسبه لي يعني على في شغلي، يعني على سبيل المثال بدانا في تحقيق لكن ما اكملناه لاسباب اداريه، كان الليد فيه هو التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص تجنيد الأطفال في مناطق النزاع خصوصا في شمال سوريا وفي اليمن وفي الصومال. وبالفعل تواصلت مع عدد من الزملاء الصحفيين، ربما في أحد منهم موجود هنا يعني بيننا، بخصوص تجنيد الأطفال في شمال سوريا خصوصا من القوات الانفصالية الكردية، وفعلا وصلنا إلى فيديوهات شهادات لأطفال تم يعني احتجازهم أثناء المعارك من قبل السلطات في شمال سوريا، وبث شهاداتهم بشكل حصري لنا عن طريق الفيديو. فالليد الشاهد في الموضوع أنه الليد بدأ من
فكرة الأرقام اللي تبث في تقارير أممية. مليون بالمية. وده يرجع برضو يأكد لنا قد إيه إحنا كصحفيين مهم إن إحنا نطلع على مثل هذه التقارير الدورية زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، المؤشرات والمستندات الرسمية وما إلى ذلك، وإن إحنا كمان نفهم أبعاد التقرير، يعني مش بس مجرد نطلع على النتائج وخلاص، لا، إن إحنا نبتدي يعني نستوضح الخبايا اللي بتبقى موجودة بين السطور، لأن أحياناً بتتكتب التقارير بشكل معين علشان الناس تزهق إنها ما تقراهاش. ده بيبقى مقصود على فكرة. أحياناً بيبقى التقارير منشورة بخط صغير جداً، يعني تلاقوا مثلاً إيه ناشرين بي دي أف، والبي دي أف ده مثلاً الصفحة فيه 100 كلمة، خط صغير قوي. ليه؟ هو علشان في النهاية هو transparency، هو بالنسبة له أنه هو نشر التقرير، لكن هو واثق أن الطريقة بتاعت نشر التقرير مش هتخلي ناس كتير تقراه. فدايماً الحاجات اللي هي بيبقى فيها هذا النوع من التعتيم، أن الناس مش عايزانا نقرأ، أن في معلومات كتير، وممكن أحياناً هتلاقوا أن في بعض المنظمات بتعمل تقريرين، واحد باللغة العربية واحد باللغة الإنجليزية، هتلاقوا أن التقرير العربي يختلف عن التقرير الإنجليزي، مش بيختلف معناه أنه هو ضده، لكن مش كل التفاصيل الموجودة في اللغة الإنجليزية اللي هو التقرير اللغة الإنجليزية موجودة في اللغة العربية. فأنا بدعوكم من هنا أن أنتوا الجزء اللي هو الليد، اللي هو أن أنتوا تشموا أن فيه قصة، يعني أن فيه الرقم ده لسه وراء أسطورة، لسه وراء حاجة كبيرة ممكن نكشفها. ده أتوقع ممكن يكون بالنسبة لكم عامل كبير فأن أنتوا تكتشفوا المزيد من القصص. يعني هل ممكن أستاذ، ممكن يعني إحنا في الليد إحنا كتبنا أنه فيه whistle blowers وفي البيرسونال اكسبيرينس، أيوة. وفي الميديا، هل ممكن برضو البيانات او التسريبات او طبعا التسريبات هي جزء الوثائق والتقارير، وطبعا ده كله جزء الحاجات كمان اللي هي بيطلق عليها ان احنا بناخدها من وسائل الاعلام اللي هي بتنشرها وسيله وبتجري وتروح تغطي حاجه تانية، بنسميها بالانجليزي ليفت اوفر. ليفت اوفر، ليفت اوفر يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما يكون تعرفين أمهاتنا أو إحنا كمان لما بنيجي نعمل مثلا أكلة للغدا اللي هي الوجبة الرئيسية بتاعتنا، ممكن نعمل أكل لليوم وبعد كده بكرة يبقى فيه منه فائض فنأكله لتاني يوم، مصبوط؟ اللي بنأكله لتاني يوم ده اللي بنسميه الليفت أوفر، ما تبقى من وجبة أمس، فهو عشان كده بيطلق عليها الليفت أوفر. أوكي. طيب نيجي بقى لشكل جديد من التحقيقات الاستقصائية اللي بدأ مؤخراً، ألا وهو البودكاست. وأرجع تاني أسألكم، حد فيكم اشتغل قبل كده بودكاست؟ لو ياريت لو حد اشتغل اكتب لي رقم البودكاست. أي ممتاز. طيب محمد، هل في حد تاني اشتغل بودكاست يا شباب؟ أنا رشا. محمد رشا بودكاست إخباري، يعني إخباري. طيب لا مش إخباري، برنامج يعني برامج صح، أو حلقات توعوية أو هيك شيء. أي ممتاز ممتاز. طيب لو لكم كمان ان البودكاست بدأ استخدامه ايضا في التحقيقات، يعني التحقيقات الاستقصائية ما بقتش مقتصرة فقط على المادة المصورة، لان ايضا كمان التحقيقات ممكن تبقى بودكاست يعني ملفات صوتية فقط. واللي بدأ القصة دي، خليني اعرض لكم البداية، ان احنا نستخدم البودكاست الاستقصائي في ان احنا ننشر موضوعات استقصائية، هو امريكا. الحقيقة امريكا هي الرائد الاساسي في هذا التوجه. بدأت تعمل اول سلسلة اسمها سيريال سنة 2014، عملتها صحفية استقصائية اسمها سارة. هذه السلسلة تعاملت منها 3 مواسم، وكانت بتعتمد على انها تغطي اخبار متعلقة بقضايا، قضايا اتنظرت امام المحاكم الامريكية، في جزء منها تحل في جزء منها متحلش. وكانت دايماً بتتميز أن كل سيزن بيتناول قضية واحدة من القضايا. خليني كده أوريكم جزء منها، نسمع جزء صغير. ودي أول حلقة سيزن 1 إبسود 1، هنا بيتكلم على في بالتيمور سنة 99، كان في طالبة في الثانوي اسمها هيلي اختفت من المدرسة، وبعد 6 أسابيع ألقوا القبض على زميلها السابق أو صديقها يعني عدنان، على اعتبار أنه هو اللي عمل الجريمة، وهو نفى أنه هو عمل الجريمة، ورغم أنه هو اتحكم عليه وقضى فعلا فترة عقوبة طويلة في السجن، لكن اتضح في النهاية أنه هو لم يكن هو الجاني. فتعالوا نسمع جزء كده نشوف إزاي بيتم توظيف البودكاست كجزء سمعي. نسمع 2 دقيقة كده من أول حلقة.
This is a Global CalLink prepaid call from Adnan Sayed, an inmate at a Maryland correctional facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year, I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy. Before I get into why I've been doing this, I just want to point out something I'd never really thought about before I started working on this story. And that is, it's really hard to account for your time, in a detailed way, I mean. How'd you get to work last Wednesday, for instance? Drive? Walk? Bike? Was it raining? Are you sure? Did you go in any stores that day? If so, what did you buy? Who did you talk to? The entire day, name every person you talked to. It's hard. Now imagine you have to account for a day that happened 6 weeks back. Because that's a situation in the story I'm working on, in which a bunch of teenagers had to recall a day 6 weeks earlier. And it was 1999, so they had to do it without the benefit of texts or Facebook or Instagram. Just for a lark, I asked some teenagers to try it. Do you remember what you did on that Friday? Not at all. I can't remember anything. Wait, nothing? No, I can't remember anything that far back. I'm pretty sure I was in school. I think. No? That's Tyler. He's 18. I asked my nephew, Sam. He's 18, too. Not a clue. In school, probably. I would be in school. Actually, I think I worked that day. No, yeah, I worked that day, and I went to school. That was about it. Actually, on second thought? I don't think I went to school that day. You don't think you went? Yeah, no, I didn't. I definitely didn't. Here's Sam. الدقيقتين اللي احنا سمعناهم دول قولوا لي ايه انطباعكم عنهم؟ يعني دكتورة يمكن يعني هي في البداية حكت عن الصعوبات اللي انه مفترض انها تبحث عن الموضوع لمدة يعني كل يوم خلال 6 أسابيع ايش صار فيهم. وهذا إشي بتتكلم مش سهل. كمان على حاجة من الماضي، يعني هي في 2014 وبتتكلم على حاجة حصلت في 1999 لطالب ثانوي. طالب ثانوي يومياته اللي هي العادية اللي هو بيروح فيها المدرسة ويرجع، فتخيلوا الصعوبة في إنها زي ما قالت رجاء في إنها تجمع المواد اللي هي بقالها أكتر من 10 سنين على واحد يومه عادي جدا اللي هو بيروح فيه المدرسة. ويعني هي نسيت النقطة. ويبدو إنها كانت هي يعني لما بتسأل الشهود أو الطلاب هدول كانت بتسجل صوت. صحيح هي كانت استعانت، وصعب إنهم يتذكروا الأحداث بعد كل هاي السنوات. مليون بالمية، يعني هما الاثنين اللي هي استعانت بيهم هما دول مش من القصة، لكن هي بتقول بتورينا ازاي صعوبة انها تسأل واحد في 17 و 18 من عمره عمل ايه مثلا حتى الاسبوع اللي فات عمل فيه، فما بالكوا بقى بتحقق في قضية أكتر من 10 سنين. هنا كمان على الموقع هتلاقوا إن هما مش بس ناشرين البودكاست، شايفين معايا الحاجات المكتوبة بخط الإيد المستندات. هل ظهر مع عندكم على الشاشة؟ واضح. تمام. هنا مثلا زي مخطط بلان لل، لو إحنا فتحناها هنا مثلا تايم لاين، هنا العنصر الزمني في إن عدنان اتكلم إمتى مع البنت، وبعد كده قصة عدنان بالتوقيت عمل إيه، وبعد كده عملت انترفيو مع حد اسمه جي وبعد كده جي سكن انترفيو عمل إيه. شايفين مدى دقة العمل اللي هي بتقوم بيه فقط علشان تبحث في قضية واحدة. هذه التايم لاين أو العنصر الزمني اللي هي بدأت إنها ترجع له. فاللي عايز أقوله لكم إن هذا العمل عمل قد إيه بياخد، بيستنزف من الوقت والجهد علشان واحد يبتدي انه يستعرض قضية واحدة ويحقق فيها.
كمان هنا هتلاقوا بقى هي نشرة هنا على الموقع. محمد بيقول إنها إن في مقالة اتعملت في الجزيرة فعلا اتنشرت على الموضوع ده، شكرا يا محمد. هنا مثلا آدي الماب عملت خريطة للناس اللي هم حوالين عدنان، هو بيقول إيه وستيفاني قال إيه وجي قال إيه، تبتدي تشوف ترسم خريطة بالمصادر. فهنا الحقيقة أدعوكم إن أنتوا تسمعوا أو تزوروا هذا الموقع، لأن فيه أحط لكم برضو هنا على الشات بوكس في الحقيقة العديد من الحاجات اللي ممكن نتعلم منها كيف يمكن أن يبنى التحقيق الاستقصائي خطوة بخطوة، وإزاي نقدر فعلاً إحنا نتعلم من الجهد اللي بيعملوه بشكل متوافر. على مستوى الدول العربية، هل تفتكروا إحنا عملنا تحقيقات استقصائية على البودكاست؟ أستاذ أنا بعت لحضرتك رابط، هو بودكاست عملناه في برنامج بعد أمس على الجزيرة، هو بتناول قصة الدرونز الأمريكية اللي بتقصف في اليمن. طبعا هي عمليات الدرونز الأمريكية يعني منتشرة في اليمن، في الصومال، في أفغانستان، في باكستان، لكن إحنا أخذنا شهادة حالتين، شهادة أشخاص في اليمن بخصوص حالتين صار فيهم قتل من قبل الدرونز الأمريكية. و طبعا البيانات الامريكيه بتقول ان هذول ارهابيين والى اخره، لكن احنا طبعا لما تحدثنا مع الاشخاص المعنيين والشهود والى اخره وتتبعنا الموضوع وجدنا انهم اشخاص ابرياء مدنيين. اي نعم، فعملنا على شكل بودكاست ونشرناه. ممتاز يا محمد. طب ممكن استاذنك تحط الرابط لينا كلنا لو تبعته للكل كمان علشان يقدروا ان هم يتابعوه. وكمان عايزه اشارك معاكم ايضا تحقيق استقصائي اخر قام بي زميلنا أحمد رجب. بعض المحاورات العربية، في أيضا موقع صوت ده أحد المواقع اللي بتدعم البودكاست العربي، وعمل سلسلة من الحلقات عن الراهب زينون. دي كانت قضية في مصر اتفجرت في 2018 عن مقتل أحد يعني اللي بيشتغلوا في الرهبنة في دير من الأديرة بجنوب مصر في الصعيد. وبعد مقتل هذا الشخص في ستة كانوا مرتبطين بقضيته، اللي هو الأنبا إيفانويس وإيفانويس ده كان في ستة من الأشخاص المرتبطين به، وبعض الأشخاص أيضا قتلوا اللي كانوا مرتبطين بهذا الأمر بطريقة غامضة. بعض الناس بيقولوا ان هم انتحروا، بعض الناس بيقولوا ان هم تناولوا السم وما إلى ذلك. فأيضا كان في محاولة من المحاولات أيضا لاستخدام البودكاست هنا. دي الحلقة على اتعمل على أكتر من حلقة، فخلينا نسمع جزء كده وخلينا نقارن. يعني هنا نسمع جزء من البودكاست العربي، تعالوا نسمع بودكاست صوت. اليوم 23 سبتمبر كان اليوم الأول في محاكمة الراهب السابق أشعيا المقاري والراهب فلتاوس المقاري المتهمين من قبل النيابة العامة بقتل. أولى جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد وادروس الراهب سابقا باسم أشعياء المقاري والراهب فلتاوس المقاري لقيامهما بقتل الأنبا إيفانيوس أسقف الدير الأنبا أبو مقار بوادي مظلوم. محكمة إيتاي البارود، البحيرة، 23 سبتمبر 2018. الجو مشمس ودرجة الحرارة حوالي 30. عربيات الأمن بتملى شارع الجمهورية في محافظة البحيرة شمال مصر. إجراءات أمنية مشددة قدام مبنى المحكمة، وعربية ترحيلات خضراء بتنقل متهم وسط حراسة مشددة. أول يوم في محاكمة الراهبين أشعيا وفلتاوس. أشعيا في القفص وفلتاوس لم يحضر بسبب ظروفه الصحية. القاضي بينادي على المتهم فبيخرج برا القفص وبيواجهه بالتهمة: أنت متهم بقتل الأنبا إيبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار. فيرد أشعيا: ما حصلش يا فندم، أنا تعرضت لضغط نفسي وعصبي خلال التحقيقات
وضغطوا عليا وعندي كلام كتير عايز أقوله. دي أول جلسات المحاكمة في قضية قتل الأنبا إبيفانيوس، الراجل اللي كان بيعتبر أحد أهم العقول والمفكرين في الكنيسة المصرية، واللي في يوم قبل حوالي شهرين من اللحظة دي وهو ماشي جوه الدير في طريقه للصلاة في الكنيسة، مرة واحدة بيتخبط على راسه بأداة معدنية فينزف ويموت، وهي الجريمة اللي بيوصفها الناس بأخطر حادثة قتل في تاريخ الكنيسة الحديث تقريبا. تعالوا نشوف هل في أوجه شبه ما بين الاثنين. هل حاسين ان في حاجات الاثنين متشابهين فيها؟ حسيت انه هذا البودكاست هو بس يعني عبروي الاحداث اللي صاحبت قضيه التحقيق مع الراهب او كذا، يعني ما هو رايح باتجاه جمع البيانات مثل هذا الامريكي اللي يعني ساره في البدايه قالت ايه المنهجيه بتاعتها، يعني ان هي ايه الصعوبات وقالت كده، لكن هو واخد اخر مشهد من اللي هي تعتبر مشاهد الميلودرامية اللي هي متعلقة بحكم المحكمة، مش كده؟ بناء القصة طريقة بناء القصة مختلف. بالضبط، تمام، ممتاز. طيب الاثنين بيجمعهم ايه؟ بيجمعهم ان الاثنين بيعملوا تحقيق في قضايا جرائم، صح؟ وده احد انواع التحقيقات الاستقصائية اللي انتشرت جدا في البودكاست. يعني معظم الحاجات اللي نجحة حتى كمان في سلاسل تانية من البودكاست، سلسلة تانية اسمها كريمينال مثلا، بيتناولوا موضوعات لتحقيقات والقضايا حصلت بالفعل وبيبتدوا ياخدونا في هذا الجو. عارفين زمان كان في بعض البرامج التلفزيونية اللي كانت تحقق في من الجاني وبتدوا يمثلوا جزء من الجريمة وما إلى ذلك، أيضا البودكاست الاستقصائي واخد نفس التوجه وأكتره بيميل أكتر لأن هو يحقق في جرائم اتنظرت فعلاً كقضايا أمام المحاكمات أو لا. اللطيف إن إحنا رغم إن إحنا لسه في البداية في البودكاست العربي، لكن على سبيل المثال التحقيق ده مثلاً حاول أحمد وزمايله إنهم يعملوا هنا خطط، لو هنا تشوفوا مثلاً رسم توضيحي هنا مين الأهم الشخصيات اللي حيتناولوها في القصة، مين المصادر الأساسية اللي هي بيتكلموا عليها عشان ما يحصلش فيه اختلاط أو مشكلة في الأسماء مثلاً، فده رسم توضيحي بيبين مين. ده معناها إن البودكاست أيضاً ممكن إن إحنا نعمله مصاحب لعدد من المواد الإنتاجية الأخرى اللي ممكن تساعد الشخص إنه يفهم القصة بتاعة الأحداث. إحنا لسه طبعاً في بداية الطريق، لكن على الأقل هي محاولة ونقدر بعدها نبني حاجات تانية. القصة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي قصة لصحفي اسمه باتجيسكي، ودوت صحفي من الصرب. في 2001 كان في خبر صغير اتنشر في احد الجرائد بيتكلم على ان عملوا القوا القبض، الجمارك القت القبض على شحنة من جاية من الصرب راح ايطاليا، والشحنة دي لما فتشوها لقوا ان فيها طيور، والطيور دي نادرة بتتهرب من الصرب الى ايطاليا. في 2004 لقوا إن في شاحنة تانية مسكوها تانية فيها 1000 كيلو من الطيور المهربة، وبعض هذه الطيور كان بيبقى صاحي وبعضها بيبقى توفى، والطيور دي كانوا بياخدوها في بعض المحلات المطاعم الإيطالية اللي هي بتقدم وجبات غالية الثمن جدا علشان هذه الطيور كان لحمها طيب وممنوع اصطيادها. في سنة 2005 اتنشرت سلسلة مقالات عن تلك الطيور، مش قد المدة اللي يلي عم بيتم فيها التقرير، هل فترة طويلة ولا مقبولة الإنجاز التقرير؟ هو طبعا يا مجد المدة اللي بياخدها التقرير مختلفة وفقا لطبيعة الموضوع. في موضوع بياخد سنة، يعني مثلا الموضوع بتاع أحمد الشامي اللي هو خلف أبواب الصمت ده أخد سنة تقريبا في إنتاجه. موضوع البي بي سي بتاع حنان أتوقع أخد سنوي أكتر كمان. موضوع المصنع بتاع اللانشون ده أخد حوالي 9 شهور. في موضوع تاني، في موضوعات أخرت سنوات، يعني هذا الموضوع مثلا اللي هو البيرد مافيا ده هو بدأ من 2001 والتتبع بتاعها من 2003 مثلا لحد 2005 لما اتنشر الموضوع، و2006 كسب الجايزة. فالمدة الزمنية ما بتبقاش واحدة، لكن هي اللي بيجمعها كلها أن المدة طويلة. ف2005 اتنشر بقى فعلا تحقيق عن هذه الطيور المهربة البيرد مافيا،
وان مش بس الطيور دي بيتم تهريبها، لا ده كمان الناس اللي بيشتغلوا في الجمارك والمسؤولين الرسميين عفوا ايضا متورطين في هذا الموضوع، يعني مش بس بيبقى فيه تجار او مهربين، لا ده كمان ناس من السلطه في كل في الدولتين دول للاسف بتتورط في هذا الموضوع. في معلومه جت للصحفي باجيسكي في قبل كده ان في حد من اصحابه كان مره رايح هو قريه يقضي اجازه، وفي القريه دي سمع ان في رحلات صيد منظمه بتحصل، ولقى فيه فعلا بعض الصيادين بيصطادوا بعض الطيور. لما سأل صديقه قالوا لا ده في بتيجي رحلات صيد منظمه كده في بعض الاوقات من السنه بتصطاد نوعيه معينه من الطيور وبيتم تهريبها، لكن المعلومه دي هو نسيها، ما فضلش بقى يتحرى عنها ولا بدا يبني وراها موضوع، الا لما بدا يتنشر في اخبار في الحوادث والقضايا عن ان في شحنات بيتم تهريبها. لما افتكر المعلومه راح لصديقه اللي هي في القريه اللي هو كان بيصيف فيها دي، وبدا يجمع معلومات لحد ما قابل فعلا احد المهربين وبدا ان هو يعمل تحقيق استقصائي. مش بس كده، هتلاقوا كمان التحقيق ده اتبنى عليه، يعني هو خد جايزه في 2006 احسن تحقيق استقصائي في السرب، لكن بدا يتبني عليه تحقيق اخر اتنشر في اغسطس هذا العام في الاو سي سي ار بي اللي هي منظمه مكافحه الفساد، وهذا الموضوع بيتكلم على الاقتصاد اللي هو بيتم عمليات جمع الاموال اللي بتتم من فقط من تهريب الطيور، وكان بيتكلم انهم كيف يقوموا بجمع ملايين اليوروهات في مقابل انهم بيعملوا هذا النوع من المتاجره بالاف وملايين من الطيور النادره اللي بتتهرب على مستوى العالم، وده التقرير اتنشر في اغسطس هذا العام. وايضا هذا التقرير او التحقيق اتبنى على ان احد المهربين عمل ويسل بلور ده اللي هو طالق نافخ الصفار، قرر ان هو يكشف عن العمليه ويوري الناس قد ايه للاسف المتاجره والارباح اللي بتم تحقيقها نتيجه لهذا النوع من الاتجار بالطيور. لو اخذنا هذا التقرير او التحقيق كنموذج على سبيل المثال، هنلاقي انه رقم اتنين احنا قلنا اول حاجه يكون في ليد، الحاجه الثانيه هل في قصه اصلا، وزي ما اتفقنا ان احنا نشمشم كده هل يا ترى في قصه ورا الموضوع او لا، نعرف اذا كان في قصه ورا الموضوع او لا نعمل ايه، بنعمل بحث مبدئي ده بيتم عن طريق الانترنت. نرجع لاصدقائنا مثلا المكالمه التليفونيه اللي هو اجراها مع صديقه اللي كان في القريه اللي بيصيف فيها زي ما اتفقنا، يرجع وسائل الاعلام يا ترى غطت الموضوع ده قبل كده او لا، ويشوف يا ترى ورا الامر ده قصه تستحق ان تروى، يا ترى في فعلا معلومات جديده انا اقدر اكشفها وبتربط الخيوط ببعضها البعض، ده تاني سؤال لازم اساله او تاني مرحله لازم امر بيها في التحقيق الاستقصائي. يبقى اذا اول حاجه الليد، تاني حاجه سنف، نشوف نشم هل في قصه او لا، والقصه دي ممكن نعمل ايه، بنقيم فيها الامكانيه، يا ترى ايه المعلومات اللي احنا عايزين نجمعها، الوثائق اللي ممكن نوفرها، هل المصادر مستعده تظهر او في خطر على حياتها، طب انا خبرتي ايه في الموضوع ده عشان اغطيه، طب ايه حجم الميزانيه المطلوب علشان اقوم بهذا المشروع، الوقت هقوم بيه لوحدي ولا مجموعه من الصحفيين، طب هل في مصلحه، يعني هل في اهميه الناس عايزه فعلا تعرف وتقرا الموضوع اللي انا هنشره، وفي النهايه ترى انا هتعرض لبعض المخاطر او لا، وايه نوع المخاطر اللي اقدر اتعرض لها. بعد هذا التقييم في المرحله اللي هو بتاعه السنيفنج او في البحث عن قصه، وانا قيمت المخاطر ووضحت بالظبط هل في قصه اقدر ادور عليها او لا، تيجي بعد كده المرحله الثالثه الا وهي صياغه الفرضيه. طيب ممكن تكتبوا لي كده، تعالوا نفكر مع بعض في اخر 10 دقائق، ممكن تصوغوا لي فرضيه، حطوا دلوقتي نفسكم مكان باجيسكي، وان انتوا دلوقتي عندكم معلومات قريتوا ان في بعض عمليات التهريب بتحصل على الحدود، في بعض الناقلات بتتم شحنات لطيور مهربة من الصرب إلى إيطاليا، فتعالوا كده نحاول نصيغ الفرضية دي، كل واحد ياخد كده دقيقتين ثلاثة يحاول يصيغ هذه الفرضية في الشات بوكس عشان نشوف يا ترى الفرضية اللي احنا صغناها كانت نفس الفرضية اللي صغها الصحفي ولا اختلفت، وده الجزء اللي احنا هنختم به لقاء النهاردة. تفضل يا صالح. ها مين يقدر يصيغ لنا الفرضية الخاصة بيه ان في طيور بيتم تهريبها والطيور دي ممكن يكون وراها عمليات منظمة
من المهربين أو سلاسل من المسؤولين المتورطين في الموضوع. تعالوا كده نحاول نصيغ الفرضية دي. من يختم هذا اللقاء ويحاول يصيغ لنا الفرضية حطها في الشات. فكروا، وعشان نشوف يا ترى الصياغة دي هي كانت نفس الصياغة، نفس الفرضية اللي صاغها الصحفي ولا غير. في عمليات تهريب بتتم عن الحدود، وفي ناس مسؤولين متورطين. كيف نصيغ هذه الفرضية؟ هل انقراض الطيور سببه عمليات التهريب؟ جزء منها، يعني هيترتب على استمرار عمليات التهريب دي انقراض عدد من السلاسل الخاصة بالطيور النادرة. الفرضية: الفساد الجمركي والتهديد بالانقراض لأنواع معينة من الطيور. جميل يا عمرو، ممتاز. هل حد عنده صياغة أخرى؟ عمرو وضع لنا صيغة. عمليات تهريب الطيور من الصرب يقف خلفها مسؤولين في الدولة ويترتب على ذلك انقراض الطيور. هايل هايل يا رجاء. طيب تعالوا نشوف الفرضية اللي صاغها الصحفي ايه، وتعالوا نشوف ايه الفرق بينها وبين اللي احنا افترضناه. كانت الفرضية اللي صاغها صاحبنا الصحفي بيقول ان هي طبعا الفرضية بتتكلم عن نظرية، النظرية دي قابلة للاختبار، وعد، والوعد ده التحقيق بيقول لنا يا ترى صح ولا غلط، وبتبقى جملة ايه اللي عايزين نتحقق منه، اللي هي ماذا اول حاجة، وبعد كده كيف يتم إثباته أو ضحضه، هو قابل للإثبات ولا لا عدم الإثبات. كانت الفرضية بتقول إن تهريب الطيور بيحدث تحت أعين من المسؤولين والمافيا ورجال المافيا بالتعاون مع أو بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين، وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى انقراض الطيور. ففعلا الصياغة اللي قدمتها رجاء واللي قدمها عمرو صياغة ممتازة للفرضية، وعند هذه المرحلة هنتوقف وإن شاء الله نكمل الخطوات بتاعتنا والإثكس أو الأخلاقيات اللي بتحكم قيامنا بهذه الخطوات في المرة الجاية. أشكركم شكرا جزيلا، وألقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة على خير. يعطيك ألف عافية دكتورة، واستمتعنا في المحاضرة جدا. تسلموا يا رب. شكرا لك. الله يعطيك العافية دكتورة. إن شاء الله. تسلموا. مع السلامة. مع السلامة.